وولد العالم إسحاق نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية في 25 من شهر كانون لعام 1642 للميلاد في مقاطعة لانشكاير الإنجليزية بعد وفاة أبيه بثلاثة أشهر، وقد أصبح عميدا للجمعية الملكية للفلك. وعندما أصبح في 12 انتسب لمدرسة الملك وبقي فيها 5 أعوام، وقام باكتشاف النظرية التي تدعى ذات الحدين في الرياضيات، وكان ذلك في عام 1661. وقد عمل بتدريس علوم البصريات وعلم الضوء وانكساره، واستخدم المنشور لتحليل الضوء الأبيض إلى الألوان السبع الأساسية التي يتركب منها الضوء الأبيض، وهي ألوان قوس قزح. وقد اكتشف قانون الجاذبية الذي أصبح له تأثير في شتى العلوم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.